يا رب يا رب عد على آبائنا وأمهاتنا بالمغفرة والرحمة. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم تجاوز عنهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم حسن خواتيمهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم أصح مريضهم، اللهم متعنا بحياتهم، اللهم أسعدنا بدعوتهم، اللهم استعملنا في خدمتهم، اللهم استعملنا في خدمتهم، اللهم وارزقنا البر بهم يا رب العالمين. إلهنا، من مات من آبائنا وأمهاتنا عد عليهم بالرحمة والمغفرة، صب عليهم شآبيب الرحمة والرضوان. اللهم يا الله يا الله، كانوا أبر الناس بنا فكن أبر الأبرين بهم. اللهم كانوا أرحم الراحمين بنا فكن أرحم الراحمين بهم يا أرحم الراحمين. يا الله، صلهم في قبورهم بالنور والسرور والروضة.